انا اسمي محمود محمد عبد الباقر، مقيم فروض الفرج في عزبه الصفيح اللي قامت عليها الازاله، ولقيت ناس صحابي بيتصلوا بيا، شغال حداد، انا لقيت ناس صحابي بيتصلوا بيا بيقولوا لي بيرمح عفشه، الحكومه بترمي عفشه في الشارع. لا ما حصلش الكلام ده، احنا اللي كنا بننزله، والدور فوق الارضي، دور واحد فوق الارضي، واحنا اللي كنا بننزله، ورحنا استلمنا والحمد لله، وشقه نظيفه ونضفونا من العشوائيات واستلمنا وكل، والحمد لله الشقه 2 وصاله وحمام ومطبخ ومفروشين من مجاميع.